وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة. أرسل اتحاد الكرة برئاسة الكابتن هاني بوريدة خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية يخطرهم فيه برفض عدد كبير من الأندية عودة الجماهير إلى الدور الثاني لبطولة الدوري بمختلف أقسامه. وكشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تم إخطار وزارة الداخلية والجهات الأمنية برفض الأندية عودة الجماهير لبطولة الدوري سواء الدوري الممتاز أو القسم الثاني في الموسم الجاري. وأضاف سويلم أن الجماهير ستعود مع بداية الدوري في الموسم الجديد بشكلها الطبيعي. تمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني بوريدة بعدم منح الأرجنتيني هكتور كوبر مدير الفني للمنتخب الوطني الأول أي أجازة حتى الانتهاء من نهايات مونديال روسيا 2018. ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل كوبر عودته من العطلة التي حصل عليها مؤخرا في مطلع فبراير المقبل استعدادا للمشاركة في المونديال. يذكر أن منتخب الفراعنة للكبار سوف يخوض معسكرا تدريبيا خلال شهر مارس المقبل على أن يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام البرتغال ومنتخب اليونان.